وعليكم السلام ورحمة الله. شنو هي النصائح اللي كنت لك توجه للفلاحة في هذه الفترة هذه؟ النصائح اللي غادي نوجه للفلاحة في هذه اللحظة هذه بالناس اللي عندهم الماء، لابد من التدخل بالمادة الأزوتية في هذه اللحظة هذه باش كتساعد في النمو ديال زراعة الحبوب وكتحيدها له الستريس ديالها. ثانيا لابد من التدخل ضد الأعشاب الضارة مع حد مازالين صغار، ماشي تخليهم حتى يكبروا وتبغي دير الدواء. ملي كيكونوا عندهم ثلاثة الوريقات أربعة تدخل ضد الأعشاب الضارة، كتبقى الثالثة اللي هي تدخل ضد الأمراض الفطرية اللي كيكونوا في زراعة الحبوب اللي الفلاح ما كيعرفهمش، اللي يقدروا يخسروا لك المنتوج ديالك إلا ما خديتيش بعين الاعتبار هادشي اللي كنقول لكم.